مخزنات قدسية. ما بعرف، حسيت حالي عم فوت لأول مرة، صار لي زمان ما جيت لهون. أنا مديرية المسارح والموسيقى، قديه صار لك كمان ما جيت لهون أستاذ زيناتي؟ أنا يعني صار لي يوم أو ونصف ما جيت لهون. يوميا تأتي لهذا المكان؟ تقريبا. ليش؟ لأنه هذا المكان اللي احتواني بشكل حقيقي مع بداية تجربة عملي في سوريا، وإن كنت قطعت مرحلة قبل الدخول إلى هذا المكان اللي أنا أنتمي له وبتشرف طبعا بانتمائي له، مكان بيعني لي كتير طبعا، وحضرتك بتعرف يعني قديش مهم المكان بالنسبة للإنسان. المكان يعني هو بشكل جوهر حياة البشر، بدون مكان أنت ستبدو كالضائع لاحقا. وبالتالي كتب الأدباء الكبار عن مسألة الانتماء للمكان وأهمية المكان بحياة البشر. بعده بيشبه أيام زمان؟ لا يزال يشبه أيام زمان، مع أنه هو يعني جرى عليه بعض يعني الترتيبات الجديدة، إعادة تأهيل بعض الأشياء في المكاتب، لكن سيبقى هكذا، لأنه القضية في هذا المكان مو قضية يعني جدران وغرف. الحقيقة هي أنفاس من عملوا في هذا المكان، أنفاسهم، عرقهم، تذكرون كلهم، كلياتهم، كل من يخطر على بالك في المسرح القومي منذ نشأته، عدا ثلاثة أو أربعة أنا لم أكن هنا أصلا. لكن يعني إذا كان في شيء هيك له علاقة بالحظ اللطيف، أنا رجل محظوظ من هاي الزاوية، لأني كنت أحلم أن أرى هؤلاء الكبار وأنا طفل أو فتى أو شاب في مقتبل العمر بالأردن. كنت أحلم أن أرى واحد من هؤلاء الكبار. بعدين جئت إلى سوريا وعملت يعني بكثير من الشقاء والجهد المستمر من سنة 72 إلى 78، حين دعاني الأستاذ أسعد فضة للمشاركة في أول عمل إلي بالقوم اللي هو الملك والملك. فدخلت إلى هذا المكان وتنورت بتلك الوجوه العظيمة التي تقير هذا. لكن المكان كنا عم نحكي قبل تحت الهواء فيه شيء من الفخر، قدر المسرح أن تكون الأماكن المرتبطة فيه فقيرة؟ لا، ليس قدره حقيقة، نحن اللي يعني شكلنا هذا القدر للمسرح عندنا ببلادنا العربية الحقيقة. لكن قدر المسرح في العالم الآخر منيح، حظه طيب وبيهتموا فيه كتير. البناء مهم، وكل الأمور الإدارية المتعلقة بالشأن المسرحي بيهتموا فيها كتير طبعا، وهي محطوطة عندهم يبدو من ضمن أولوياتهم الثقافية. نحن صحيح أنه نحن منقول أنه من أولوياتنا الثقافية، لكن الاهتمام بالمباني وبالمسارح كتير قليل، وبالتالي يبدو أن قدر هذا المسرح هو الفقر الدائم. وبالتالي نحن قبلنا هذا الموضوع ويعني عم نشتغل ومنعمل شيء من أحيانا من لا شيء. ظلمكن هذا القدر بشكل من الأشكال؟ أنا بعتقد أنه نعم ظلمنا هذا القدر، وإذا قلت غير ذلك أنا بكون يعني ماني صادق مع حالي ولا مع الآخر. نعم نحن يعني من الفئة التي ظلمت في هذه المسيرة، نحن شهود على مرحلة الحقيقة مشدود كتير ومتوترة جدا، وبالتالي لم نصل إلى ما كنا نصب إليه، ولكن حققنا الكثير من الخطوات باتجاه أن نثبت شيء دقق عليه الذين سبقونا في هذه التجربة. نحن حاولنا أن نكرس هذا الوضع، والحمد لله يعني عنا بسوريا على الأقل، مشان ما نحكي عن الآخرين،
عنا مسرح على قدر إمكانياتنا عم نشتغل وماشي الأمور. بتعملها هناك وبترجع اشتعملها على الطريق ولا؟ لا بعملهاش. ايه والله حطيت هالبكجي برسم الأماني عند الجماعة ها، وقلت يا فرج ها سفكني الهوا ولا أنا فوق الصندوق. ايه ما طلعش سواد، طلع اصفر. اصفر اقضى يا احمد، بدك فضفض انا، بدك فضفض انا والله. قلت فضفضت ها يا فرج سفكني الهواء ورجعت أبا مثل أبو بالريح. بدي البقجي، ناخذ البقجي. بسم الله الرحمن، البقجي 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 يا سيد الأمان يا سيد القوم، دك طنيب على ولاياك. الجبال ما حملتهاش، البني آدم حملها، الأمان انسرك راحت. غص بالك ما أتيسك، خلص افهمت؟ دوشتني يزل معك، خلص أنا بدبرها. إيه وقفوا اقعد انت.